زي ما 23 يناير له استعدادات، 25 يناير كمان له استعدادات كتيرة جدا، بعضها فيسبوكوية أو تويترية، وبعضها على الأرض بتوزيع بعض الأوراق أو المنشورات لإحداث دعوات عامة للناس إن هي تنزل يوم 25 يناير لأغراض عدة. استعدادات ذاك اليوم في التقرير التالي. مع بدء العد التنازلي لذكرى ثورة 25 من يناير، كثفت الحركات السياسية دعواتها لحشد المواطنين للتظاهر يومها لاستكمال مطالب الثورة، واستخدمت تلك الحركات الوسائل نفسها للدعوة مثل الفيسبوك وتويتر، لكن اختلفت بعض مظاهر الدعوات هذا العام، حيث دعا نشطاء على تويتر إلى التظاهر بأقنعة ورقية للشهداء على غرار الفيلم الأمريكي V for Vendetta، وهو ما رآه البعض يفتح الباب لأعمال التخريب باستغلال عدم ظهور الهوية. هو الفكرة يعني احنا كنا من زمان يعني عجبنا الفيلم V for Vendetta، وبعدين قلنا انه ممكن نعمل ماسكات بوش خالد سعيد. الموضوع ابتدى بوش خالد سعيد بس لانه بيدي احساس بان الواحد منتمي لحاجة، الناس كلها لابسة الماسك هيحسوا باحساس مختلف ان الناس من غير الماسك يعني. وبعدها الموضوع تطور من ان هو خالد سعيد بس لوشوش الشهداء كلهم، وحبه ممنوعين على ورق وحبه ممنوعين على بلاستيك وبس كده. بصراحه الواحد لو عايز يخرب مش هتفرق معاه لابس ماسك ولا لا، والواحد لو عايز يخرب ويخبي وشه ممكن يخبي وشه مليون حاجه غير ماسك. ده ماسك بيتلبس تمجيد للشهداء، غير كده مفيش. احنا كتبنا على تويتر الفكره وقلنا ان التصاميم هتبقى موجوده لاي حد يطبقها في المحافظات. احنا هنطبع كميات كبيره من الماسكات، الموضوع مش مكلف، هنوزعه في المسيرات وفي المزارات يوم 25. حركات واحزاب سياسيه عده اعلنت عن مشاركتها في يوم الذكرى سواء بالاحتفال او بالتظاهر سلميا، منها حملة دعم المرشح حمدين صباحي وشباب جماعة الإخوان المسلمين وصفحة كلنا خالد سعيد وائتلاف شباب الثورة. كما وزعت حركة 6 إبريل نحو 60,000 منشور في محافظات مختلفة. رغم تأكيدات القوى الثورية بأن يوم 25 من يناير المقبل سيكون يوما سلميا، فإن سيناريو العنف الذي تكرر في الفترة الماضية من واقعة ماسبيرو مرورا بأحداث محمد محمود وأخيرا أحداث مجلس الوزراء يجعل ترقب يوم الثورة مشوبا بالحذر والقلق.